بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. قبل ما اعمل الفيديو انا بعتذر، انا اسفة فعلا، حقكم عليا ان انا ما اتكلمتش عن الفراولة لاني انا بجيبها على طول، وكان في فيديو كنت بجيب بشتري خضار فاكهة وقلت هاخد فراولة بس ما اتكلمتش عنها بفضفضة، لان دي عبارة انا يعني الفراولة هنعمل مصيدة للكبد انه يخزن الفيتامينات والمعادن اللي هقولكوا عليها. اولا ما بتظبط سكر الدم وما بتدخنش، بالعكس بتقلل الدهون السيئة اللي في الجسم. نتكلم على الفوائد. اول حاجة واهم فيتامين فيها سي وبنسبة عالية، بي 6 وبي 12، كالسيوم، حديد، صوديوم، مغنيسيوم، فوسفور، منجنيز، بوتاسيوم، سولينيوم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا اله الا الله. بتعمل شعور بالشبع. هقول لكم ازاي تخزنوها وهقول لكم ازاي تستفيدوا منها وتشتروها في الموسم بتاعها، بس هي دلوقتي الموسم بتاعها، فاني ممكن نشتري منها كميه وهقول لكم انا بشيلها ازاي في الفريزر. اول حاجه خلاص احنا كلنا منها وبناكل منها وهنشيلها في الفريزر، وهنبقى ناكل منها في الصيف ونعمل منها ايس كريم، نعمل منها حلويات، نعمل منها معجون سنان، وهبقى اعمل لكم فيديو ازاي تغسلوا اسنانكم بالفراوله بفيتامين سي وكل الحاجات اللي فيها دي، يعني دي كنز، فاهميني؟ كنز. هنعمل مصيده للكبد، ان الكبد هو اللي بيخزن الجلوكوز فهياخد كل الفيتامينات اللي انا قلت عليها والمعادن ويخزنها برضو. وهي نسبه السكر اللي فيها مش سكر مضر، يعني بيدي طاقة، فاهميني؟ مش زي باقي الفاكهة. هنعمل منها ماسكات، يعني لما ناكل فراولية كده هنعمل منها ماسك للبشرة، للشفايف، للرقبة، حتى لو ما ضفناش عليها اي حاجة. والله بص انا لسه جايباها في الكيس وافتكرت، والله ضميري انبني جدا، انا اسفة. المهم طيب هنعمل ايه؟ هنغسلها، انا بغسلها كويس حلو قوي، وبعدين بجيب شوية ملح البحر في مية واحطها بتاع 5 دقايق كده، وبعدين اغسلها تاني. ليه بقى؟ بقول المرشوشة مبيدات، مرشوشة اي حاجة واحتياطي. انا بقى انتوا عارفين ان انا بحب ايه، اتخلص على قد ما اقدر من اي مشاكل في اي فاكهة او اي خضار، بغسله بنفس الطريقة. ما نشيلش البتاع الخضرة دي اللي انا شاورت عليها، العنقود بتاعها ده مش هنشيله، هنغسلها كده وهنحفظها كده. وبعد ما نغسلها حلو قوي ونشطفها بالمية نبدأ نصفيها خالص لغاية ما تنشف بس، وتحطوها في كياس تفريز اللي هي الكياس الصحية. في كياس بتتباع تفريز، حطوها فيها وشيلوها. اشتروا بقى من دلوقتي، لان احنا مش يعني التجار بيخزنوها بطريقه بيحطوا عليها مواد كيميائيه، فاحنا مش عايزين نشتريها كده، وهي سعرها دلوقتي حلو يعني مش غاليه، و هتستعملوها في حاجات كتير قوي 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 قوي. وهتسامحوني صح، انا عارفه ان انتوا بتحبوني وهتسامحوني، وخزنوا الفراوله ادعولي، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايكات والشير، الدلة على الخير كفاعله.